بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. متابعي برنامج للتسامح وطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة ما تترجم ردة فعل من يتولون مناصب قيادية في حال شعورهم بالظلم إلى الغضب أو الرغبة في الانتقام، لكن هنا تجب الإشارة إلى أن أحد مقومات القائد المثالي التي تميزه عن نظيره التقليدي تكمن في القدرة على تحويل الموقف بأكمله إلى حالة بناءة وحالة إيجابية والمسامحة وضبط النفس. يشير مانفريد ديفري أستاذ تطوير القيادة والتغيير التنظيمي في إنسياد إلى أن القائد المثالي يدرك تماما تكلفة وجود مشاعر عداء ضمن فريق العمل والمخاطر التي يفرضها ظهور أحقاد وضغائن لأنها تؤدي إلى عرقلة عمل أفراد الفريق. هناك العديد من المؤسسات اليوم للأسف تشبه المعتقلات، حيث تنتشر لدى موظفيها مشاعر القلق والريبة، لكن من لا يخطئ لا يعمل، حيث ينهمك الموظف في عمله وينشغل عن تغطية أخطائه. وعادة ما تعاني المؤسسات التي يشعر موظفيها بخطر الطرد في حال ارتكاب الأخطاء من ثقافة الخوف التي تعوق الإنتاجية. أما القادة الذين يتسامحون مع الأخطاء المرتكبة من قبل فريق العمل والذين يرون في الأخطاء فرص للتعليم والتعلم هم من ينجحون في تطوير ثقافة مؤسسية مثالية، حيث يعطي التسامح الأفراد فرصة لخوض غمار المخاطرة وأن يبتكروا في عملهم، ويسمح لهم بتعلم تنمية قدراتهم القيادية. فالحقد ليس من شيم القائد المثالي أبدا، والتسامح يساعد على بناء الولاء الوظيفي. فالعاملون في مؤسسات تسودها ثقافة التسامح عادة ما يبذلون جهود إضافية لتحسين الأداء، ما ينعكس إيجابيا على المؤسسة وبناء مؤسسة تتطلع إلى المستقبل. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أتى أهلها وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإثر انتهاء حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وبعد قضاء 27 عاما في السجن، سامح مانديلا من اضطهدوه وشجع أعضاء حزبه الآخرين على نبذ حب الانتقام وتبنى التسامح. وكان يقول دائما: التسامح يحرر الروح ويقضي على الخوف، لذا فهو السلاح الأقوى. وعلى النقيض تماما هناك تبنى روبرت موغابي في زيمبابوي سياسة الانتقام والثأر من المواطنين البيض إضافة إلى معارضيه من جميع الأعراق، ومن خلال توجيه أتباعه باحتلال مزارع البيض بالقوة تحولت البلاد التي كانت في السابق سلة غذاء الجزء الجنوبي من أفريقيا إلى بلد قاحل. وارتفعت مع الأسف البطالة خلال فترة حكمة ما بين 70 و80%، ووصل التضخم في زيمبابوي في تشرين الثاني نوفمبر سنة 2008 إلى معدلات فلكية وخيالية، ما أفقد العملة الوطنية قيمتها. وأدت الحملة التي نفذها أتباع موغابي على معارضيه في الأحياء الفقيرة إلى تشريد 200,000 شخص. قد يبدو التسامح مستحيلا، لكن في المقابل قد يكون ثمن الأحقاد والتوتر باهظ جدا. وهنا يقول دوفري: قد يعتقد البعض أن الكره أسهل كثيرا من التسامح، لكن مشاعر الحقد قد تسيطر على مشاعر الإنسان بأكملها وتحول الحياة بأكملها إلى سلسلة من الانتقام والكره. وأظهرت العديد من الدراسات أن الكره يولد اضطرابات وضغوطات نفسية تترك آثار سلبية في نظام المناعة عند الإنسان وتؤدي إلى الاكتئاب والقلق وظواهر عصبية أخرى. وعادة ما تتعرض العلاقات المجتمعية سواء ضمن العائلة أو الأصدقاء أو مع فريق العمل لعديد من الإشكاليات والحساسيات الشخصية، وهو ما يحصل كثيرا ضمن محيط العمل
في وقتنا الحالي الذي يعتمد على شبكة العلاقات الشخصية التي يتبناها الموظف الناجح. يشير دوفري إلى أنه على القائد المثالي أن يتعاطف مع الآخرين وأن يضع نفسه مكانهم لتقييم الأفعال وردود الأفعال أيضا، وتحديد مسببات ودوافع أي موقف قد يتخذه الطرف الآخر. كما يجب أن يتميز القائد بالقدرة على التحكم العاطفي. إخواني، ليس بالضرورة أن يعني التسامح النسيان، فالتسامح الواقعي يعني علاجا للذاكرة مما حصل وليس إلغاء الذاكرة. أحبائي ومشاهدين الأكارم، معنا ضيف كريم الأستاذ حسين الجوهري، مستشار تنمية بشرية وتطوير مؤسسي، نتحدث معه حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين الجوهري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانت بخير مقدما إن شاء الله. وانت بخير أستاذ العزيز، بارك الله فيك. أنا أعلم أن الوقت هذا أنت مخصصة للرياضة، لكن نشكرك جدا على تخصيص الوقت هذا لنا اليوم. ما عليه، مسامحينك. الله يسلمك، بارك الله فيك، يعطيك العافية. أستاذنا الغالي، نحن نعلم بأنه تقريبا بحسب دراسات بأنه أكثر من 60% من سكان دولة الإمارات موظفين، ونحن نتحدث في هذا العام وفي هذا الشهر الفضيل عن مبدأ التسامح، ونتمنى أن تحدثنا عن التسامح الوظيفي، خصوصا أن الموظف يقضي أكثر من 8 ساعات كمعدل في مقر عمله. كيف يتسامح الموظف مع زملائه؟ وأيضا تحدثنا عن مبدأ التسامح إداريا وإنسانيا. أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة، وما شاء الله عليك المقدمة اللي قلتها بنفسها بروحها دورة كبيرة أو محاضرة في هذا المجال. أشكرك أستاذ الله، نستفيد منك. الله يحفظك. الله يخليك. في عبارة حلوة ببدأ فيها، يقول لك: ليس لدي وقت لكره من يكرهني، فأنا مشغول بحب من يحبني. يا الله، جميل. هذه العبارة اللي تساعدني على أني أنا كيف أخلق التسامح في العمل الوظيفي. خلينا نحط مسلمة أساسية، أن لا يوجد أشخاص في العمل الوظيفي، جميع الموظفين متفقون 100%. لا يوجد، ولا يوجد مختلفون 100%. الإشكالية اللي نعيشها في بعض المؤسسات، أن سواء كان على مستوى المسؤول أو على مستوى الموظفين، يركزون على الجانب فقط السلبي لدى الموظف ولا يركزون على الجانب الإيجابي للموظف. التركيز على الجانب الإيجابي للموظف يخلق تسامح بينك وبين من تتعامل معه. جميل. وبالتالي دائما في العمل المؤسسي يقولون: اقبل الموظف على علاته. هذه قاعدة، اقبله على علاته. علاته كل أنك قسم أو كان مدير، أريد موظف يكون 100%، لكن ما في إنسان 100%، وبالتالي أحيد وأمكن مثل ما يقولون. أحسنت. وبالتالي أنا المسامحة أحيد فيه نقاط الضعف وأمكن فيه نقاط القوة. العمل المؤسسي التسامح ليس معناها أن تكون فوضى. التسامح ليس معناه أنني أنا أخطأ دائما وتسامح وأخطأ وتسامح. ولنا في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قصة حلوة، دائما يقول لما كانوا المسلمين ما طاعوا أن يكون هو أمير المؤمنين، قالهم جملة، قال: إن أحسنت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني. هذا التسامح. جميل. القيادي. جميل. رضي الله. أنا لما أروح حق مديري أقول له: أنت أخطأت، يقول لي: أنا أحبك على رأسك، أحسنت لك، أنت بينت لي. هذا التسامح المبطن بين في المؤسسة. فكلما كان هذا التسامح المبني على تحسين الأداء، كلما كان العمل جدا إيجابي. وبالتالي دائما في دولتنا، جزاهم الله خير، الله يدوم علينا الأمن والأمان في هذا الجانب، دائما شيوخنا وقادتنا وحكومتنا تسعى إلى التسامح الوظيفي. التسامح الوظيفي أنك أنت لا تركز على سلبيات الموظف، على أخطاء الموظف، وتنسى شو المقابل إيجابياته. ابدأ بالإيجابيات وحسن السلبيات، لكن أني أنا أركز فقط على سلبيات وأنسى الإيجابيات، هنا راح يكون فجوة في التسامح الوظيفي. وبالتالي حتى نضع النقاط على الحروف، ليس معنى التسامح الوظيفي هي الفوضى، ولكن التسامح الوظيفي خلق بيئة عمل متكاملة، يستفيد الموظف من أخطائه ويستفيد الموظف من عثراته لكي يحسن أداءه ويحقق إنتاجية أعلى في هذا الجانب.
جميل، سلمك الله. أستاذنا، هل هناك تناقض بين التسامح والتساهل أو التسيب، أم هناك يجب أن يكون هناك تناغم بينهم؟ لا يا سيدي، هي تناغم وهي تكملة. يعني نشوف دائما احنا عندنا مثل يقولون الأوليين، احنا من جيل الطيبين، يقول لك اطعم البطن تفتحي العين. يا الله، في معنى اطعم البطن تفتحي العين؟ يعني انت كلما قدرتني انا استحي اني انا ما اقدرك. وبالتالي التسامح معناها اني انا اراعي مقتضى الحال بالنسبة للموظف. هذا الموظف اذا راعيت مقتضى حاله وراعيت ظروفه، ترى يوم من الأيام لو أقول له تعال حتى يوم الجمعة يوم العيد بيقول لك أنا حاضر. نعم، صح ولا مو صح؟ نعم. التساهل معناها عدم القيام بالأداء. التساهل معناها مثل ما يقولون يعني القصد في عدم الأداء، القصد في عدم تحقيق أهداف المؤسسة. نعم. ولكن أنا كلما أردت أن أحاول أن أتعلم، هذا نوع من التسامح. لذا نابليون يا سيدي الفاضل دائما يعلم جنوده، يقول لك إذا كان ما عرف قال له تعلم، ما تساهل معه، قال له تعلم، هذا نوع من المسامحة. وإذا قال له ما أقدر قال له حاول، هذا نوع من أنواع المسامحة. وإذا قال له مستحيل قال له جرب. هذه مصطلحات ترى هي في المسامحة. لكن لو جيت أنا عند مؤسستي وقلت للمدير أنا ما أقدر، قال ما تقدر، أنا ما أبغيك في المؤسسة، فنش. ليش؟ لا. وبالتالي غرس مفاهيم التسامح في السلوك والتسامح في الأداء والتسامح في تحسين الأداء هو جانب إيجابي. وبالتالي التسامح الوظيفي يساعد على performance يسمونها بالإنجليزي، على رفع مستوى الأداء بالنسبة للموظف ولتحقيق أهداف المؤسسة، بشرط أن يكون مسؤولي أو موظفين يكون فريق عمل متكامل كل يكمل الآخر. سلمك الله. أستاذ، هل هناك متطلبات لنشر التسامح في بيئة العمل لزرع الثقة في هذه طبعاً البيئة؟ طبعا، أهم متطلب يا سيدي الفاضل أن يكون المسؤول قدوة لدى موظفينه. جميل جميل، هذا هذه أول مبدأ للتسامح. جميل. أن يكون قدوة، وشوف قادتنا الله يحفظهم قدوة لنا. نعم. في عملهم، في أدائهم، في زياراتهم للناس، هذه القدوة، هذا مبدأ العمل. نعم. وبالتالي لما أكون أنا قدوة في أدائي وأكون قدوة في وظيفتي، هذا نوع من الأنواع اللي تخلقني بيئة عمل تساعد على التسامح. النقطة الثانية سيدي الفاضل، أن يعرف الموظف ويعرف المسؤول حقوق عمله، ما له من حقوق وما عليه من واجبات. توك أنت تفضلت وذكرت أن كثير من الموظفين يخافون، لا، هذا حق لك مكتسب. وبالتالي كلما لما أنا أروح لمديري وأقول له يا سعادة المدير أنا هذا حقي وفق اللائحة، يعطيني الاطمئنان الوظيفي ويعطيني الأمن الوظيفي. هذا نوع من أنواع شو؟ التسامح. لذا يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعوها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول. هذا عمل مؤسسي. وبالتالي السماع والتواصل والكوميونيكيشن والاتصال الواضح بين الأفراد في المؤسسة، هذه أهم ركائز أساسية لخلق شو؟ لخلق التسامح. في نقطة جدا مهمة لخلق التسامح، أن تسود بيئة العمل بيئة العمل الإنسانية، التعامل الإنساني. والتعامل الإنساني راح أقول لك فيها نقطتين أساسيات. التعامل الإنساني يا سيدي الفاضل ليس معناه الفوضى، والتعامل الإنساني لا ليس معناه التساهل، والتعامل الإنساني ليس معناه أني أنا أؤنب لهذا. التعامل الإنساني مبني على ركيزتين بالترتيب، أن أبدأ بعاطفة أمومة ثم أبدأ بعاطفة أبوة. جميل جميل. في العمل الإداري عاطفة الأمومة أني أنا أغرس كمسؤول حبي لدى الموظفين، هذه أمومة. ودائما الأم إحنا، وبالتالي لما أكون أنا كموظف عندي مشكلة أروح لهذا المدير، وبالتالي أنه يحتضنني من هذا الجانب. جميل. في المقابل إذا احتضني تأتي عاطفة الأبوة، عاطفة الأبوة شدة، وتقبل شدة هذا المدير أقول إنه ما شد علي إلا لأنه يحبني. وهذا نوع من مبدأ التسامح. أنت أوقات تقسي على ابنك إذا كنت متزوج. زين، أنا أقسي على ابني لأني أحبه، والقسوة مع الحب ما تسوى، لكن ما تتساوى، لكن أقسي على ابني لأني أنا أتسامح معه في هذا العمل، وأركز على عاطفة الأبوة، وحتى يكون يقوى عوده ويعيش في معترك الحياة بطريقة إيجابية. وبالتالي أي مؤسسة تبدأ بعاطفة أبوة خاطئة،
تبدأ بعاطفة أمومة لتوليد القناعة، ثم عاطفة أبوة لتحقيق الإنتاجية، وهذا مفهوم مبطن أو مفهوم ما خفي في فلسفة التسامح في العمل الإنساني. الله، جميل جميل أستاذ حسين، يعطيك العافية، شكرا لك على أنك ويانا اليوم في هالمداخلة الحلوة، وبالتأكيد لنا لقاءات ثانية، لأن هالفترة البسيطة، هذا الوقت البسيط لا يكفي لأخذ كل ما عندك. أتشرف، ممكن دقيقة لو تعطيني من وقتك؟ تفضل تفضل. أرفع أسمايات التهاني في هذه المناسبة الكريمة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وجميع حكام الإمارات والمقيمين والمواطنين وجميع المسلمين، ونسأل الله أن يعم الأمن والأمان على كافة أرجاء هذا العالم. اللهم بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ حسين، شكرا لك، أعطيك العافية، بارك الله فيك. شكرا لك مشاهدين الأكارم، شكرا للأستاذ حسين الجوهري، مستشار تنمية بشرية وتطوير مؤسسي. سؤالنا لهذا اليوم، سؤال حلقتنا لهذا اليوم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح؟ هذه الإجابة ذكرناها أثناء حديثنا قبل قليل، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة على شاشتنا. جائزتنا اليوم 500 درهم، عسى الله يوفقكم إن شاء الله. نخرج فاصل ونرجع لكم مرة أخرى. عدنا لكم مرة أخرى مشاهدي تلفزيون الفجيرة وبرنامج للتسامح وطن، ونذكر بسؤال حلقة اليوم: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح؟ ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح عندما دخل عليهم وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم، نريد الإجابة من متسابقين ومتصلي البرنامج، ونذكر بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة، وجائزتنا لهذا اليوم عبارة عن 500 درهم، حلوين حق العيد، استلام الجوائز لكافة الفائزين بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله عز وجل. جائزتنا لهذا اليوم 500 درهم. نقول ألو، أول اتصال، السلام عليكم. هلا أخوي سيف. سيف من دبي. يا هلا اخوي سيف، ايش حالك؟ طمنا عليك. الحمد لله، الله يسلمك. يسلمك يطول بعمرك. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل مكه يوم الفتح؟ قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء. اذهبوا فانتم الطلقاء، هذه الاجابه صحيحه. اليوم احنا يوم الجمعه يا سيف، وفي اوقات فاضله، هذه الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ونحن صائمين، والليلة ليلة 27 الأحرى أنها تكون ليلة القدر، ندعو للشيخ زايد بأن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقه، وأن يرزقه الفردوس الأعلى. قول آمين يا سيف. آمين آمين. الله يحفظ، شكرا لك يا سيف، يعطيك العافية، مع السلامة. ألو، مرحبا أختي فاطمة. فاطمة من الفجيرة، تفضلي أستاذة فاطمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وش حالك أختي فاطمة؟ الحمد لله. طيبة إن شاء الله؟ شو هي الإجابة؟ لا تسترب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا يدلل على ماذا أختي فاطمة؟ يدلل على صفاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بأن قائد لا يحمل الأحقاد، ويدلل على التسامح مثل ما تفضلتي. شكرا لك. ألو، السلام عليكم، عندنا اتصال آخر، الأخ أسامة من رأس الخيمة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أسامة. مرحبتين. أول شيء كم عمرك؟ عمري 13 سنة. وانت بخير وسلامة وصحة الحبيب، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله؟
الحمد لله تمام. قبل ما أجاوب نقول عسى الله سبحانه وتعالى بأن يرحم الشيخ زايد ويغفر له في هذه الساعة المباركة الفاضلة، ونتمنى الله سبحانه وتعالى بأن يستجيب الدعاء. طيب تعطيني إجابتك الغالي؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو ربحت 500 درهم شو بتسوي فيها؟ بخليها للعيد وبعطي نصها حق أبوي. جميل جميل، عسى الله يبارك فيك ويجعلك من البارين يا رب العالمين. شكرا لك. آمين. شكرا لك يا أسامة. ألو السلام عليكم. اتصال بعده الأخت أديبة من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيك أستاذة أديبة. أهلا فيك. إيش حالك؟ طيبة إن شاء الله. الحمد لله بخير. تفضلي تعطينا الإجابة. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا القائد الإنساني، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يصلي ويسلم عليه في هذا الوقت الفضيل. شكرا لك يا أستاذة أديبة، نتمنى لك الفوز. الأخ عبيد من إمارة رأس الخيمة الجميلة. أخوي عبيد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك أخوي عبيد؟ الحمد لله. تعطينا الإجابة بداية؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. ندعو للشيخ زايد في هذه الساعة المباركة، الساعة الفاضلة التي نتمنى بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها الدعاء، ونقول يا رب أنك ترزقها الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب. شكرا لك يا أستاذ عبيد. الأخت ليلى من الفجيرة، إمارتنا الباهية الزاهية. تفضلي يا أخت ليلى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك أخت ليلى؟ والله بخير. طاب حالك؟ إيش حالك؟ كيف رمضان وياكم؟ والله وايد زين رمضان الحمد لله. نودع رمضان ونحن حزينين على فراقه لكن فرحين بقرب العيد. أكيد. أقول أول شيء الله يرحم أبونا زايد. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين. الله يحفظك. تعطينا إجابتك سلم إن شاء الله. إن شاء الله. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. شو أسئلتنا، صعبة ولا سهلة؟ والله صراحة أسئلتكم سهلة، بس الواحد إنه يجدد ما شاء الله المعلومات يعني تتم فيه، حتى الصغارية عندنا بالبيت نفس الشيء يستفيدون من المعلومات. هذا هو الغرض، هذا هو الغرض الأساسي من برنامجنا سلم إن شاء الله. شكرا لك. عفوا. شكرا لك، يعطيك العافية. الأخت ياسمين من الشارقة، يبدو أن الاتصال انقطع. ناخذ اتصال بعده الأخت فاطمة من الفجيرة. ألو. يا هلا مرحبا أختي فاطمة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك أخت فاطمة؟ ياسمين معك. ياسمين. جميل جميل. ياسمين. أهلا. يا هلا. تفضل أستاذ ياسمين تعطينا إجابتك. قال لهم رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. دائما ندعو في هذه الساعة المباركة والجمعة الأخيرة من هذا اليوم الفضيل بالرحمة والمغفرة للشيخ زايد ومؤسسي دولة الإمارات، وأن يحفظ الشيخ خليفة وإخوانه حكام الإمارات. شكرا لك على إجابتك. ناخذ شكرا. ناخذ اتصال آخر. نقول ألو فاطمة من الفجيرة. الأخت فاطمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش حالك أختي فاطمة؟ الحمد لله كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة وطاعة يا رب العالمين. الله يسلمك. الله يسلمك. تعطينا إجابتك. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. شكرا لك. شكرا لك على الإجابة، يعطيك العافية، نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. الأخت مهرة مرحبا. آخر اتصال ويانا الأخت مهرة من إمارة عجمان الحبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش حالك أخت مهرة؟ الحمد لله تمام. إن شاء الله بخير وسلامة. الله يحفظك بخير. طيبين. شو نقول في هذا اليوم الفضيل، هذا اليوم الأخير من أيام رمضان، اللي نتمنى بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الطاعات، شو نقول؟ الله يتقبل منا إن شاء الله ويجعلنا من عتقاء النار. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. ندعو للشيخ زايد بالرحمة أن يرزقه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم يحفظ دولتنا، يحفظ أمنها وأمانها. تعطينا الإجابة سلم إن شاء الله. اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء. شكرا لك أختي مهرة، ونتمنى لك التوفيق وباقي المتسابقين. مستمعين الأكارم نخرج فاصل، ابقوا على الشاشات، لا تذهبوا بعيدا.
مشاهدين الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى وجواب حلقتنا لهذا اليوم، جواب سؤالنا اذهبوا فأنتم الطلقاء، كانت جميع الإجابات صحيحة. نتمنى توفيق. جائزتنا لهذا اليوم عبارة عن 500 درهم نسحب على الفائز، ونقول مبروك لليلى صالح محمد من الفجيرة. ليلى صالح محمد من الفجيرة. مستمعين المشاهدين الأكارم، ابقوا مع هذا الدعاء وقولوا آمين. السلام عليكم. إلهنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني